أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: انتشر في الآونة الأخيرة دعوة تدعو إلى الاستغفار لشخص معين بنية الشفاء من مرض أو بنية عودة شخص مفقود إلى أهله سالما، فما حكم مثل هذه الأمور؟ الاستغفار. نعم، كيف الاستغفار؟ يدعى للمريض إن الله يشفيه، ويدعى للغائب إن الله يرده. وأما الاستغفار هذا دعاء، هذا عبادة أخرى وذكر آخر. نعم، استغفار للذنوب. نعم.